رفع العراقيل وتعرفوا توجيه السيد رئيس الجمهورية لح عليها. إذا نحب نطور القطاع الصناعي لازم رفع العراقيل. وراكم تابعوا في الخرجات تاعي كل ما نخرج المنطقة لازم العراقيل هذه تضرب. الحمد لله اليوم في ولاية قرت ارتفعنا بعض العراقيل، وإن شاء الله تكون هذه الزيارة مبروكة على المنطقة إن شاء الله.